الشغل بدايته الفكرة جت من أنا كنت بصور فوتوغرافيا في 2009 في 2010. كان في فترة كده العمارات كلها متغطية وكل الحاجات المهمة في مصر كانت متغطية بالأخضر ده، وكان إحساسي بيها إن الحاجات دي هي موجودة، بس هي الحاجات دي هتطلع المردود بتاعها إيجابي ولا سلبي؟ يعني هل لما هي بتتغطى كان دايما إحساسي إن هي الحاجات دي بتتاخد يا بتتسرق يا الماتيريال بتاعها بيطلع وحش، واحنا اوريدي بنبوظ حاجه هي كويسه. وده كان احساس عام موجود في البلد كلها، ان الحاجات كلها احساس موجود عام في البلد ان الحاجات دي كلها بتروح. وكان في فتره بيع عمر افندي وبنك القاهره، فتحس ان الحاجات دي اوريدي بتتغطى بس هي ممكن ما تلاقيهاش، يعني هي متغطيه بس ممكن تصحى الصبح ما تلاقيهاش. بس والفكره جت ان المكان ده كمان قديم، العماره اللي احنا فيها هي المفروض ان هي اثر، فانا خدت جزء من العماره اللي بره اللي فيه شغل، ابتديت ادخل الجزء دوت ويعمل بيه سقف جوه الجاليري، فكره ان احنا كلنا تحت ده واحنا كلنا مسؤولين عن ده. اللوحه دي كانت نتاج فتره عمل طويله قوي، ورك شوب. الفتره دي كنا بنحاول نفكر ان احنا نجيب حاجه من جوانا بشكل مختلف، او شكل بينتينج، مش بينتينج، شكل ارت وورك مختلف. عديت ببروسس كتير كده فيها جزء من اكتشاف نفسي اكتر، اكتشفت ان طول الوقت شغلي ريليتد لحياتي، وان تفسير الدنيا، يعني حياتك ماشيه ازاي، هي عباره عن حاجات انت مكتسبها او واخدها من اهلك، وجزء تاني حاجات بتجيلك جديده. وقفتني صوره بابايا ومامتي في الجواز، صورتهم، وابتديت اشتغل عليها وانا مش فاهمه بشتغل عليها ليه. وانا بشتغل ابتديت اكتب خواطر، فاكتشفت من ضمن الخواطر دي انا بكتب حاجات معناها اللي انتم مش موجودين، بمعنى ان هم موجودين كبشر بس هم احساسا وارتباطا بينا، يعني انا واخويا، يعني ما بقوش موجودين بالشكل الحقيقي. فبعد ما بقيت اخلص البينتينج بقيت اغطيها كلها باللون الابيض، وده بقى يعمل لي نوع من الراحه النفسيه ونوع من توصيل الفكره اللي انا عايزه اقولها، ان انتم موجودين كهيكل بس التفاصيل كلها مش موجوده، يعني موجودين كفورم بس التفاصيل مش موجوده. ودي سيريس من كذا لوحه بسبب ظروف العرض، هي كانت بقت لوحه واحده بس اللي قررنا نعرضها، بقيه اللوحه كانت نوع من انواع ان انا بكتشف انا ليه بعمل ده. ففي حاجات متكرره، يعني نفس الشغل متكرر بتكنيكات مختلفه، وفي حاجات تانية لا، مشاهد مختلفه من حياتي نفسها، وموازي لي قراءات في سيره ذاتيه لناس كتير، من ضمنهم كان جلال امين، وده كان بالصدفه وما كانش اختياري، يعني كان في وسط كتب اللي عندي في البيت طلعتها ولقيته كان كاتب باراجراف في ظهر الكتاب بتاعه، كان بيوصف اول حاجه اللي انا حاسه بيها، كان بيوصف اللي هو شاف فيلم بولندي صامت. الفيلم ده عباره عن دقيقتين، في اتنين راجلين طالعين من البحر شايلين دولاب كبير من ثلاث غرف، الغرفه في النص فيها مرايه، هما بالدولاب ده بيحاولوا يخشوا اماكن كتير وبيتمنعوا، يعني يحاولوا ياكلوا مش عارفين، يحاولوا يعملوا تسوق في المدينه مش عارفين، لحد ما في الاخر بياخدوه ويرجعوا تاني البحر. هو كان عايز يقول الدولاب ده هو كل ميموريز، كل الحاجات اللي اخترتها اللي انت ما اخترتهاش، لو ابوك امك وكل الحاجات دي، والمرور هو اللي بنعيشه دلوقتي. فانا اللي بعمله ان انا بحاول اشتغل ارسم في نفس الوقت بقرا في حياه ناس تانيين على اساس الاقي تفسيرات اكتر منطقيه، يعني ليه بختار الحاجات دي بشكل لا ارادي. فانا ابتديت من حته ذاتيه جدا خاصه بيا، وابتديت ارسم حاجات انا بحبها مثلا او ليها علاقه معايا، وابتديت ارسم العصافير، وبعدين ابتديت ارسم القمر. وفي السيرش عملته بعد ما رسمت القمر، قريت ان في اصوات في الحياه احنا عايشين حوالينا، وفي اصوات بتيجي من الفضاء بس احنا مش بنسمعها عشان هي قليله جدا بس او خافته جدا، بس هي موجوده يعني، بس اللي بيلقطها التلفزيون القديم بشكل ما، في نسبه منه في منها في الاصوات ما بين القنوات. فانت اذا حاولت ما بين القنوات في نسبه 1% بتيجي من الاصوات اللي جايه من بره الكره الارضيه اصلا، وبتوصل فعلا لا انا مش عارفه اسمها ايه بالظبط، بس هي جوه النويز اللي موجوده دي في 1% منها من الكوزميك يعني نويز. ف انا قررت ان انا احول البيئه دي او احول الصوت من البيئه دي لمكان هنا، او هي الفكره جات لي ان هي ممكن تتحول بشكل صوتي يعني. فجبت التلفزيون وحولت الصوت للكمبيوتر عشان اعرف اتحكم فيه بشكل ديجيتال، يعني
بشكل اقدر استغل الحاجات واحط افكتس لو انا عايزه او كده. بس فعرضته بشكل مباشر بيخرج وممكن عشان هي نسبه الصوت اصلا 1%، فانا حاولت اني احط احتمال، يعني مثلا النغمه اللي بتطلع دي هي بتاخد من النويز انه احتمال هي دي تكون النغمه او لا، وبتختار بشكل عشوائي طول ما التراك شغال يعني، او طول ما الصوت شغال في القاع. بس العام يعني بس عشان اتاكد من المعلومه دي اتاكدت بقى من الناس بتدرس فعلا الحاجات دي وايه مثلا احسن طريقه ان انا دي مثلا راديو مثلا، بس لقيت الموضوع صعب جدا يعني وخيالي جدا، لازم حد يبقى بره بياكد لنا ان هي دي الاشاره اللي جايه من الفضاء. فاخترت ان اعملها بشكل عشوائي زي ما هي، عشان اصلا يعني بشكل ما انت ممكن اي تفتح اي تلفزيون قديم وتقعد في الاوضه ويبقى في دماغك ان ممكن تبقى اشاره من الفضاء جايه يعني، او مش عارفه يعني ايه ممكن يكون الاحساس. بس التجربه دي تجربه بشريه جدا يعني، ممكن مش لازم ابقى فظيعه في العلوم عشان اقدر اعملها يعني. طيب هو انا ما كنتش حابه ان انا اعمل تايتل للشغل او ان انا اكتب ستيتمنت عن الشغل او اي حاجه، بس يعني هقول لك انا بدات اعمل الشغل ده كنت حابه حاجتين او كنت مهتمه بحاجتين، الصوتاله الكيتش والسبلاين. الكيتش اللي هي المعروفه، الكيتش يعني انه حاجه نوع من انواع الفن بيقلد الحاجات النماذج كويسه، بيعملها بطريقه رديئه يعني زي ايقونات مثلا ثقافيه بيعملوها هي مثلا بس بطريقه اي كلام. المناظر الطبيعيه بيقلدوها اي كلام ويحطوها عند الحلاقين الخلفيات وكده. ده الكيتش. السبلايم الاشياء المهيبه، الظواهر الطبيعيه المهيبه، البراكين، السماء، السحاب، الحاجات دي. وانا ما كنت بعمل سيرش عن الكيتش لقيت انه في فيديوهات افظع بركان مش عارف ايه، اكتر فيديو مرعب، اكتر موجه مرعبه، اكتر. فدخلت الفكرتين في بعض وما كنتش حابه ان الشغل ينتهي بطريقه مباشره قوي، ان انت تخرج من الفيديو تقول ايه انا فهمت ان ده على الكيتش، ده على السبلايم. سايبه نفسي براحتي قوي، كنت شايفه ان ده حاجه حلوه انا اتعلمتها من الورشه يعني، ما تبقاش متحدده قوي او انا ما بقاش داخله الا انا بعمل عن كذا بس. المشروع بشكل عام هو انا ببدا في مؤسسه جديده اسمها مساحه للفن المعاصر والتنميه الثقافيه، او مشروع فيها عباره عن ورشه لمده 15 يوم في مشروع تابع للسي اي سي اسمه وركينج تايتل. قدمنا عملنا ابلكيشن وقدمت، كان في 10 فنانين معايا حديث التخرج محتاجين يعملوا عمليه تنميه لافكارهم وتنقيح لبعض الافكار عشان في مزج بين الفكره وبين الشعور بالنسبه لهم. يعني هم احيانا في ناس بتشتغل على شعور، مجرد شعور وبيتكلموا عليه بناء على ان هو فكره، فبيبقى المتلقي بيبقى حصل عنده برضو عمليه مس اندرستاندنج للي بيحصل، وده بيخلق جاب جديده يعني جاب من نوع تاني مختلف تماما. بس فده الهدف من الورشه، ان احنا نبدا نعمل عمليه تطوير للافكار وتنقيح كده بالراحه بشكل بروفيشنال يعني بشكل احترافي شويه. بس قعدنا 15 يوم، قسمنا 15 يوم لمده كذا 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 سيكشن. اول سيكشن كان برزنتيشن لكل المشتركين لمده 3 ايام. بعد كده عملنا معاهم عمليه نقد، كان مشاركني في الدور ده دعاء علي في الاول طول مده الورشه. قعدنا ننقد في شغلهم تقريبا كمان يومين او 3 ايام، وبعد كده بدانا نقدر نحط ايدينا على نقط الضعف اللي عندهم ونبدا نقويها شويه.
يعني مثلا كان في عندهم اساءة فهم بين الكونسبشوال ارتس والفكره اللي في الفن عامه يعني. فحاولنا نوضح ان الكونسبشوال ارت ده ليه لغته مختلف تماما عن البينتنج اللي هو ممكن حد يكون عامل ستيل لايف هو في فكره بس ده مش كونسبشوال ارت، في فرق بين الاثنين. وبعدين عملنا سيشنز تانية مثلا في السيمبوليزم وفي الـ وفي الـ في ازاي نقدر نخلق علاقه بين اشياء بين عناصر مالهاش علاقه ببعض، هي اصلا بالفعل بتعمل علاقه جديده تماما. وده نوع من انواع الطرق اللي الانسان ممكن الفنان يقدر يستخدمها في تقديم عمله.